تنضم إلينا من القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا، بعد التحية أطلعين على الأوضاع الميدانية، وخاصة أن أحمد سنجاب تحدث عن 7 رشقات صاروخية باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا ما هو الجديد في الداخل الإسرائيلي والتغيرات السياسية وأيضا الوضع الاقتصادي؟ أبدأ في التطورات الميدانية، وبالفعل كان هنالك العديد من الرشقات ولكنها أخف وطأة وكثافة مقارنة بما جرى أمس، ولربما كانت الرشقة الأكبر منذ بداية هذا التصعيد كانت موجهة على حيفا، ونحو 100 صاروخ كانوا قد أطلقوا أمس من لبنان نحو حيفا. اليوم نتحدث عن هذه الرشقات التي طالت المستوطنات الحدودية السياجية، وأقصد في ذلك المطلط، كريات شمونة وتل حاي وكفار جلعادي وغيرها من المستوطنات التي تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الحال كانت قد دوت صفارات الإنذار في نهارية خشية تسلل مسيرة، وبالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه اعترض هذه المسيرة، وكان قد سبقها أيضا صبيحة هذا اليوم صفارات أصوات انفجارات، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار أيضا عقب رصد طائرة مسيرة قدمت من جنوب لبنان وانفجرت في منطقة مفتوحة بالقرب من حيفا. هذا ما فتح فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة لماذا لم تدوي صفارات الإنذار في المكان. نتحدث أيضا أن كل رشقة كانت تحمل ما بين 7 إلى 10 صواريخ، أي أنها ليست رشقات صاروخية كبيرة ثقيلة كما كان أمس، ولكن هذا يعني باستمرار دائرة الاشتباكات ولربما ازدياد البعد الجغرافي من خلال استهداف متواصل إلى حيفا، إلى خليجها وما بعد حيفا، وأقصد في ذلك ما يزيد على 40 كيلومتر. الأهم من هذا كله هو التراجع العسكري في الجنوب اللبناني، في الوقت الذي يصرح فيه وزير الأمن الدفاع الإسرائيلي بأنه لا وقت للحديث عن هدنة أو تسوية في جنوب لبنان، هنالك راية سياسية في الدول الأوروبية وتحديدا في روسيا في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على الوصول إلى تسوية مع جنوب لبنان. هنالك سحب للقوات الاحتياط من جنوب لبنان، هنالك عمليات محصورة ومناورة فقط للقوات النظامية العاملة هناك. رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قال بأنه يصادق وصادق على توسيع عمليات، أي إدخال مناطق جديدة إلى العمليات العسكرية لجيش الاحتلال وللقوات العاملة هناك. لماذا؟ لأن بذلك يكسب مزيد من الوقت للوصول إلى تسوية من الجانب السياسي، وحتى لا يتم انتقاده من المجالس المحلية والبلدات والمستوطنات الحدودية الملاصقة بأنه في هذا الوقت هنالك تخفيف في وطأة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، لأن هنالك مصادقة على عمليات جديدة يتم وضع خطط عملية استراتيجية لها. في المقابل هنالك نشاط سياسي متمثل في زيارة رئيس الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أولا إلى روسيا. ولماذا روسيا؟ لأن إسرائيل تبحث عن ضمانات تقدمها روسيا عن طريق سوريا بعدم إدخال الأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وكذلك فيما يتعلق في ملف مجلس الأمن، وخاصة أن روسيا تستطيع استخدام حق النقد الفيتو إذا ما كان هنالك قرار كما تنوي إسرائيل تمريره فيما يتعلق بتغيير القرار 1701. لذلك تحاول أن يكون لها علاقات مع روسيا في هذه الفترة حتى تتجنب استخدام الفيتو أو صدور قرار يناهض ما تسعى إليه إسرائيل من تغيير قرارات دولية تتعلق في إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، شمال الليطاني، وعدم تمكن حزب الله من ما أسمته إسرائيليا احتلال الجليل، أي أنها تريد إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية حتى لا يتم عمليات تسلل إلى داخل الأراضي والحدود الشمالية. بالإضافة إلى كل هذا يتعزز الانقسام والانشقاق والشرخ ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولكن وربما هذا بداية ما بدأت الحديث فيه، أن نتنياهو يبحث مع أعضاء حزب الليكود تشكيل لجنة تحقيق. لماذا؟ ليس لأنه يريد معرفة من يقوم بتسريب المعلومات، لأنه يقول أن هنالك استهداف إلى بنيامين نتنياهو وإلى الائتلاف الحاكم من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، وخاصة فيما يتعلق فيما سمي إسرائيليا في وثائق السنوار وتمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. يقول نتنياهو أن هنالك العديد من عمليات التسريب التي كانت من داخل الكابينيت
من داخل الوفد المفاوض، ويذكر في ذلك أن ضمن الوفد كان رئيس الموساد رئيس الشباك. لماذا لا يتم التحقيق في كل هذه التسريبات؟ لماذا لا يتم التحقيق في الإخفاقات التي كانت في 7 أكتوبر؟ لأنه منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة يحاول بنيامين نتنياهو إلقاء ظلال كل هذه التهم وهذه الإخفاقات على الجانب العسكري وليس على الجانب السياسي. نعم دانا، أتحدث معك على الوجوه السياسية الجديدة في الجانب الإسرائيلي، هل هي تتطابق أو تتفق مع القادم من المخططات الاستيطانية بالنسبة لبنيامين نتنياهو؟ الغالب على هذا الائتلاف الحكومي الآن هو العنصرية اليمينية والتطرف، ولربما إسرائيل كاتس وزير الأمن الدفاع الجديد هو الوجه الآخر لبنيامين نتنياهو، وخاصة أننا نتحدث عن 62% يرون بأن إسرائيل كاتس غير مناسب لإدارة وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلية، وخاصة في الظروف السياسية الآنية، وخاصة أن إسرائيل كاتس كان له تصريحات عديدة تتعلق وتتشابه مع ما يمليه بنيامين نتنياهو، عدم التوصل إلى صفقات، إمادة الحرب وغيرها من هذه الأمور. فقط إن كنت تسمعين الآن هناك مروحيات عسكرية نستمع إليها جيدا في سماء مدينة القدس، ويبدو أن هذه جزء من المروحيات التي عادة ما تستخدم لملاحقة المسيرات. حتى الآن لا شيء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن حركة نشطة جدا لهذه الطائرات الحربية، إما تكون تنقل مصابين وإما تكون تتوجه إلى الحدود الشمالية. نعم أعتقد دانا أعتقد بأن هذا ما ترينه الآن هو وردنا بسقوط يعني على سقوط رشقات صاروخية على مستوطنة بالجليل الغربي، وهو ما تبعتيه أو ما سمعتيه الآن دانا، استفيدي. نعم يعني مدينة القدس بعيدة نسبيا جغرافيا عن الجليل والجليل الغربي، ونتحدث عن مسافة لا تقل عن 200 كيلومتر أو أكثر من ذلك، ولكن في مدينة القدس أمس كنا قد استمعنا وشهدنا هذه الحركة النشطة للمروحيات العسكرية، وفيما بعد اتضح بأن هنالك تم رصد مسيرة قادمة ناحية البحر الميت، والبحر الميت لا يبعد كثيرا عما أتواجد الآن، لذلك عادة ما تستخدم هذه المروحيات العسكرية إما لعمليات تمشيط في سماء مدينة القدس، ويكون الحديث عن تهديدات او لربما توقعات اسرائيليه بان يكون هنالك استهدافات، واما ان يكون ملاحقه لمسيرات لا يتم رصدها، لذلك لا يتم تفعيل صفارات الانذار في مدينه القدس. وفي العوده الى سؤالك، عندما نتحدث عن الوجوه الجديده، ما هي الا وجه حقيقي لبنيامين نتنياهو يحاول من خلالها اما ان يكونوا رسل لنقل الرسائل التي يريد نتنياهو إيصالها من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري، وإما أن يكونوا أيضا يحملون ما يأمل فيه بنيامين نتنياهو من خلال تزمت الموقف العسكري الأمني بأنه يعمل على إمادة الحرب وعدم الوصول إلى صفقات سواء كلية أو جزئية. وكذلك الحال ساعر عندما تسلم منصب وزير الخارجية الإسرائيلية، أضاف بنيامين نتنياهو إلى هذه الحكومة الإسرائيلية لأنه سئم من التهديدات المتواصلة من قبل سموتريتش وإتمار بن غفير لحل الائتلاف الحكومي، لذلك بساعر يضمن عدد مقاعد آخرين في حال تم التصويت على شيء، وكان هنالك تهديدات بأن هذه التهديدات ستبقى حبر على ورق ولن تؤثر على بقاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي. نعم دانا أبو شمسية، أنت معنا، هناك إعلام فلسطيني وعاجل لدينا بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع عدد من الشبان في بلدة بجنوبي بيت لحم بالضفة الغربية. أيضا أشكرك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية.